قماش فلوس اكتر ياخد. ازيكم يا دباحين، رجعنا لكم في فيديو جديد. دي مش مقدمة، انا جاي اقول شوية كلام مهم وامشي على طول. اول حاجة، احتفال ال 2 مليون مش هيتعمل كفيديو، هيتعمل كلايف، علشان مش هينفع نحتفل بيه في فيديو، مش هينفع نخرج بره، لو عملنا هنا هيجيبوا لنا الكورونا لحد هنا. فاحنا قلنا اهم حاجة ان احنا لو عملنا لايف نشارككم اللحظة كده يعني بالثانية، ما نستناش فيديو ينزل. فان شاء الله ان شاء الله هنوصل 2 مليون بكرة او بعده بالكتير. الحفلة تبقى على الانستجرام، هسيب لكم الانستجرام بتاعنا هنا، تبقى عندي او عند جرجس ما علينا يعني. فروح اعمل لنا فولو كده واستنى الحفلة تبقى لايف. وتاني حاجة، الفيديو ده لو وصل 100,000 لايك في 10 ساعات هنطلب منيو زي الكل. انا عارف ان المنيو غالي جدا وكبير جدا، محدش يقدر على الساندوتش الضخم اللي عندهم، ما بالك بالمنيو كله. وكمان هندي للراجل تمن الاوردر كله جنيهات ونصاص فضة، جنيه ينطح جنيه، ونشوف ردة فعله هتبقى عاملة ازاي. فما تنساش تدوس لايك عشان نوصل الفيديو ده 100,000. فلو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك في القناة وشغل الجرس. احنا بس ايه، هنبص على حاجة. بص انا مش هحطهم على بعض، عايز ترجعها انت الخسران. مستفز عشان عارف ان هو الاقل، والله هو الاقل. فلوسي، عارف انت اللي هو يقول لك فلوس، يعني تحسهم كده مثلا 50. لا اوفر فشخ، بص تحسهم رقم كبير. احنا هنعرف بقى، والله متحمس جدا. شقه 3 سنين، لا سنتين وشويه. رغم عارف ده بيفكرني ايه؟ بص تعمل كده اهو، بص تعمل كده ايه؟ انا جبتهم من هنا يا عم. ده البرميل يا عم، يا راجل والله البرميل. واللي بتجري على جيبك دي برميل برضو؟ لا ده احنا هنحطها في الواحد. يا لهوي الفلوس بتوع الترابيزه، يا لهوي فلوسي يا زلمه. ايه ده؟ صباح الفل. في فيديو هياخد مننا 10 ايام تصوير. هنأجر وحده اضاءه، هنأجر مايكات هوائيه، هنأجر كاميرا اللي هي 5 دي مارك 4. بصوا يا جماعه، عشان الكورونا بقى مش راضي يتلبس. يمكن عشان انت بتلبس الصباع الكبير في الصباع الصغير. طب يعني انا دلوقتي بلبس جوانتي عشان الكورونا، انت شغال من غير الجوانتي؟ هي هي، ما انت لو جالك كورونا انا هجيلي. هقلع انا الجوانتي يا جماعه، خربان. الذباب الله عليك، لما تبل انت الفلوس ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الوعي فوق نوعي. يا جماعه جيت البس الجوانتي، ده اللي حصل بقى على الصوابع بس. بكمل قوي شغال. انت بتلم العشرات بس؟ انا بلم العشرات، انت لم الخمسات. هنغسل ايدينا من الكورونا دي. يا جماعه دي تاني بطاريه نركبها. ده منظر الجنيهات، ده جزء بس بسيط من الجنيهات. بص بقى لما تدوس عليهم في الاخر تلاقيهم عاملين كده. هم دول بس والله 100 جنيه. بصوا يا جدعان، ال 10 جنيه دي عشان اعرفكم ان الفلوس دي قديمه وبقالنا كتير قوي بنحوش فيها. تقريبا ال 10 جنيه دي اتلغت. مين اجيب ساويرس ناو؟ انا مش عارف اعد الفلوس من كترها، التوينز مش عارف اعد الفلوس عشان متقطعه. فلوس مكرمشه جامد يعني، عارفين دول ما تجيبوش 100 جنيه برضه. اهو اهو الو. خلصنا كل الرزم اللي هي الورق وبقت كلها كده بالشكل ده، تحس ان انت فاهم معاك فلوس. اقول لك على حاجه، اللي يلم كوبش فلوس اكتر ياخدها. يلا يا فقير مننا. في ازمه في مصر فكه اليومين دول. ليه العشرينات اقل فلوس؟ انت ليه ما بتحوش الضمير؟ طيب نشيل الفلوس دي بقى. ماشي خليك جنيهات عندك عشان بس ايه. لا لا على ايه، هات الانصاص
ماشي. لو عشرات بس اعرف اركز انا فلوسي قد ايه وانت فلوسك قد ايه. انا شايف ان انا مش محتاجهم بصراحه. ما فرقوش صح ولا اقول لك ثانيه اللي يلم فلوس فضه اكتر تبقى من نصيب، لان انا متاكد ان انا محوش اكتر منك. طيب ركز قوي في شغلك، ركز قوي. ايه ده يا نهار اسود؟ طالبين بيتزا. ايه يا فندم؟ ايوه يا فندم. انا نازل. ده هنخرب. هات بقى فلوس من الصفوف الحلوه دي او من الكوبش الجميل. مفيش فلوس والله، مفيش فلوس، مفيش. في ازمه بقولك، في ازمه في الفلوس زي ما انت شايف اهو. لا ما هو واضح قوي. 83 جنيه اديله 85 ولا 30 جنيه دول يعملوا. في ازمه يا جرجس في الفلوس. في ازمه تفك. ضايقش نفسك، مخصومين من السفر. الواحد برضه حقه يدلع نفسه. والله دي تالت بطارية. لازم حب الدلع من اللي اتمنع. خش فيها ازاي؟ انا اكل الاول. مش الفضة دي عليها كورونا؟ صب لي بيبسي بقى. انا دايما هنا كورونا. تعقمت نفسك؟ طب استنى هجاوبك. طيب تم الانتهاء من البيتزا بنجاح. البيتزا المارجريتا دباح يا جد فراخ. ده انا هاين رامي قوي. ده كفايه الحبه دول غير دول. انت بتعملهم ازاي بسرعه يا ابني؟ ده فن. ايه ده؟ خلصان؟ لا دي كتير. انا بعمل كده عشان انت خدت كل الورق. عارف اللي بيقول لك ايه؟ الهدايا بتاعت محمد رمضان دي، المظلوم لما بيضرب تبقى ضربته قوية، واخد بالك؟ والله يا جماعه بقالنا 3 ساعات. دي رابع بطاريه. لما تيجي نطلب اكل ونطلب مثلا تجربة منيو كامل، احنا كان المفروض نعملها. نعملها وندي الراجل الفك. خامس بطارية. بيبعتر نعمة ربنا. انا بس بنزل الفضه مش قصدي. كان في حبه جنات هنا كانوا مستخبين تحت انصاص. يلزموك في حاجه؟ احنا للشغل دي من تحت من تحت. والله الواد ده مش سالم. انا اول مره اشوف ربع جنيه. ايه ده شيلين. ده يورو. ده سنت. يورو سنت. هو مكتوب عليه سنت. ايوه سنت يورو، يعني سنت يورو. الترابيزه بتتهز جامد. بصوا اهي، تعمل لها كده. لا لا لا. اخيرا يا جماعه خلصنا ال لسه ما خلصناه. كنا مخلصين كده يا جماعه. نكون خلصنا. نبتدي بقى مرحله العد. بصوا الايد سودت ازاي. شكل صوابعي الوساخه اللي عندي. حط 10، حط قدامي 10. ادي اول 10، وادي تاني 10، ادي تالت 10، 90، 100 كده. اول 100. عارف انت الناس اللي هتعمل ايه؟ 10، 60، 70، 80، 90، 100. ادي كده تاني كيلو. 400 كده بين 400. 600 جنيه فضة ولسه في الأول. جمعنا الفضة عشرات عشرات عشرات. السريع بقى. كده وصلنا 2000 جنيه. ولسه أدي كده 100 كلها انصاص. كده أوي. بص 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 اللي هيحصل لما يقع. لا إيه، مش عايز يجيلي صداع أنا. خنزير.
85. ايوه انا عندي الحل اهو. طلع يا ولد الفلوس ادي كده 95 100. تحس ان احنا نجيب سويرة؟ ناوي تاكل ايه النهارده يا جدع؟ ما تعدش. 22 24 26 27 2700 جنيه. 1 2 3 300 جنيه. دول 300. انا مش فاهم يعني اللي بيكتبوا رسائل حب لحبايبهم على الخمسة جنيه. يعني هو انت بتديها 5 جنيه وكتب لها عليها رسالة حب؟ رخيص. سبعة وسبعين جنيه 75 قرش. نعمل الفيديو بقى اللي احنا قلنا عليه. يكفي. المهم قبل ما ننهي الفيديو ما ننساش تدوس لايك عشان نوصل الفيديو ده يعني بصراحة 100,000 لايك في يوم. يبقى انتوا كده وما تنساش تشترك في القناة عشان احنا في طريقنا اخيرا لل 2 مليون في محتوى في كواليتي جاية قريب. وانا في حوار جامد جاي قريب. شوفكم الفيديو جاي. سلام.